اشياء صعبه، والسوق نايم، والبهايم اللي قدامك دي كلها بكره تتذبح وتباع لحمه لاجل ما نسدد الديون. يا تبوك لا تشوف اي شغلان عندك، اقرب الزريبه، اقرس الجل، اي شغلانه، ده احنا بقالنا يومين ما لاجنينش العيش الحاف. ومن سمعك يا ابو العلا انا كمان مش قادر ابلع اللقمه من الهموم والمرار اللي فوق راسي. بس يا بت يا سكينة، خضتني. كنت فين يا بت؟ بلا خيبة، كنت بسوي شغلان. شغلانة ايه اللي هتسويها جوه دي؟ اها، كنت بلم الموز والمنجل ابو سليم من على الارض. هو عطالك اجرة؟ امال هشتغل من غير ما اخد؟ خدت منه كام؟ قرشين وشوية فاكهة. فاكهة؟ هي فين 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 الفاكهة؟ جعان يا ابو العيلة. داني هبيان. كبدي عليك يا اخويا، خد كل. موز 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 زمير زمير. اقول لك ايه؟ اكل واحده ثانيه. ده انت جعان جو. بقول لك هتنام من بيت. خد اياك تشبع. فاكرني؟ ما تقول لي يا ابو سليم هيشوف لي شغلانه عنده. وانت هتشتغل عنده ايه بقى؟ كمان موزة يا اوه انت ما شبعتش؟ لا ما شبعت. جيبك شو ما تفيش شحة ما فيش الا موزتين شايلهم لابويا الغلبان اللي ما داكش الزيت بقاله يومين. ابو العلا ابو العلا البقيه في حياتك يا ولد، ابوك مات. باي باي باي. بوي مات؟ بوي مات من الجوع. السلام عليكم. وعليكم السلام يونس. ايه يا ولد اللي مقعدك هنا؟ انا لقيت حته تانية وما قعدتش فيها. كيفك انت عامل ايه يا ولد المحروق؟ ادينا شهر ما حد شايفك يا ماكل ناسك. وحشني دخانك يا يونس. انا بقالي شهر مدلل الاكسر ولساك معاود ليله امبارح. كيفك ابو العلا؟ زي ما انت خابر الحال واقف وما لاقينش لقمه العيش. طب اقول لك ايه؟ ما تهدي يا واد على كف الزيات، فيها من البلد ياما بيشتغلوا هناك في محلج القطن وقشتهم معدن. ومين هناك في كفر الزيات دي من نواحينا؟ الواد هريد ابن البهجوري اللي ما عادش يجي، شغال هناك في محلج ومعايا عنواله. اي والله يا يونس، على العيشه هنا بقت مره راح القى النفر كيف العلقم. اياك عاطل اللي من دوله. لا يا واد نور كيف ابوك؟ ما انا قاعد هذا الولايه من غير شغل ولا مشغله. اهو في كفر الزيات دي بيقول لك فيها شغل عال قوي خصوصي وبورات حلج القطن. طب يا يونس ما تعرفش بيدوا اجره قد ايه؟ الواد ولد البهجوري هريج اللي ما عادش يدي كان بيقول هو فاشق حلقه بيدوا له 8 قروش في اليوم. يا سيدي عبد الرحيم، 8 قروش؟
ليه؟ عايشتغل مهندس؟ لا يا أخوي، العمالة ناقصة حداهم، أبو شمشم على أنفار. طب حياة أبوك لا تديني العنوان، خلينا نهجم البلد دي ونقول يا فكيك. وقال لك هديه، قلت له طبعاً وما حتشتغل ببلاش وحيسيبنا ناكل فكة زي ما أنا عاوزة. ده بيسيبنا ناخد من الجنينة كل اللي نفسي فيه. أبقى أكون الراجل قليل الحياة. قليل الحياة إزاي؟ مسوي طويل يعني؟ بنت يا ريه. ايوه. بتعرفي تعملي الشاي يا بنت؟ دي ريه احسن واحده في الكفر تسوي الشاي. طب ما تيجي جوه يا بنت تعملي لي كوبايه شاي. ده انا لسه هقول يا شغل. يتحرق الشغل يعني؟ هيطير ولا هيطير؟ يلا بنت يا اخت، اجري اجري اعملي له الشاي بسرعه. اجري خلاص، الشاي بتاعي دلوقتي ما بقاش حيل. وانا اقدر استغنى عن الشاي بتاعك يا بنت؟ انا بس عاشف اختك شاي حلو زي شايك ولا لا. لو قررت هصرخ صرخ زي ما انت عايزه، ما حدش هيسمع غير سكينه. اعجل يا بت، بنقول لك هصرخ. بعد عني لقطه. يقطع ابوكي، عايزه تقتليني يا فاشره. بقول لك بعد عني، هقتلك يا كلب يا ابن الفطيس. مشي يا بت مشي. قوم يا بت قوم. خدتك يا بت ومشوا من هنا. يا بت مشوا من هنا. ايه اللي حصل يا راجل؟ اسال اختك الفاجره. انا مش فاجره. لو فاجره كنت سبتك تعمل ما بدالك. يا دي الكلب يا نجم. مشي يا بت مشي. يلا يا بت يلا يلا يا ابن المحروقه يا باغي. مشي يا بنت مشي يا نجم. احنا كده هنجوع يا ريا. مشي يا بنت مشي. فوق عليك فوق مشي. ده راجل مقتدر وغني ومعاه، واحنا غلابه وما نحتكمش على اللب. ولازم نطاطي عشان نعيش. عشان نعيش لازم تجرسينا وتفضحينا. امال اقول ايه؟ لما تسالني على الجروش نقول لها الحقيقه. حقيقه؟ عاوزه تمدحيني وتجرسيني يا ريا؟ ما هو انت عملتي حاجه عشان تخافي منها يا بيت. امال انا كنت كل يوم بعمل ايه حداد؟ الله يحرقك يا بعيد. طب فوتي فوتي قدامي. جاكدي بياكلك انت وهو. يا حمار